طب عايز اسالك سؤال يا كابتن وائل، انت برضه نجم مصر وكابتن منتخب مصر، يعني لازم تكون مشغول بالراي ده ولازم نسمع رايك في الموضوع ده، موضوع الاتحاد الكوره والمدير الفني لمنتخب مصر. يعني انت اشتغلت مع كل مدرب، يعني الفتره اللي فاتت حوالي 15 سنه اللي فاتت مع مدربين فنيين ان كان اجنبي او مصري، رايك ايه في موضوع المدير الفني اللي قادم لمصر؟ يعني هو دلوقتي واضح السكه راح الاجنبي، كانوا بيقولوا كابتن حسن شحاته، انت شايف ازاي؟ والله يا كابتن حازم، لو الدنيا منتظمه والامور ماشيه عندنا، ما احنا ما فيش مشكله، ويبقى فايده طبعا لمصر ان تجيبوا مدرب اجنبي محترم ليه اسمه لما يبقى عندك مين يعني يعني مين مثلا كابتن وائل، يعني مين اللي يجي مصر في الظروف اللي احنا فيها مثلا؟ ما هو المصريين كتير يا كابتن، يعني ترشح مين انت كوائل جمعه؟ الثقة يعني ترشح مين الثقة. كوائل جمعه؟ انت راجل يعني بصراحه اللي لازم يتكلم في الكوره هم بتوع الكوره واللي لعبوا، يعني الواحد زيك انت لازم يبقى مرجعيه اللي مثلا الناس في الاتحاد يقول لك كابتن وائل قال كذا. انت شايف مين ممكن يكون مدير فني دي؟ ترشح مين؟ احنا عندنا 4 أو 5 مدربين يا كابتن اللي هم بيصرفوا على الناس كلها، اكيد اثبتوا جداره ان هم قادرين ان هم يمسكوا منتخب مصر. ولازم، انا في الاول قلت لحضرتك نديله الثقه، يعني واحد زي كابتن حسام، يعني مين؟ نديله بدري الثقه، ولا حسام حسن؟ كابتن حسام حسن وكابتن حسام البدري الاثنين، يعني الاثنين كابتن حسام البدري اثبت جداره مع النادي الاهلي، وراجل خد بطولات وبصمته واضحه بصراحه على لعيبه المنتخب الاولمبي لغايه دلوقتي. يستحق انه ياخد فرصه يبقى مدير فني منتخب مصر، ونديله كل الثقه والدعم بتاعه. وبعدين لو ما خدش في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي، من يعني المصري اكيد بيستحمل يا كابتن حازم، المصري بيستحمل ظروف البلد، ويستحمل وعارف عايش ظروف اللعيبه عامله ازاي، واللعيبه بتتمرن ولا بتتمرنش، عارف كل حاجه حواليه. انما المدرب الاجنبي زي برادلي ما كان موجود كده، يعني خد وقت على ما يعرف، لان يفهم. كان ظروف مشابهه اللي احنا فيها يا كابتن، كان بعد حادث صح. بورسعيد، والراجل برضو مش حاسس بالبلد قوي، فاهم؟ فخد فتره على ما عاش الجو ده، فعشان كده بقول يعني المدرب المصري. طب يعني انت كلامك واضح ان انت شايف ان احسن دم جديد يجي من منتخب مصر واحد ما مسكش قبل كده، يعني شايف موضوع الكابتن حسن يعني؟ لا انا مش ببعد لا كابتن ما انا حسن عارف برضو. لا لا اه انا مش طب ببعد اتفضل. كابتن حسن، انا كابتن حسن راجل الثلاث بطولات يعني قصدي حصل في ناس عليهم مثلا منتخب ممكن مصر تقول دول. لك يعني عمل بطولات وكده فخلاص يبقى مرحلة تانية بقى يبقى مدرب تاني، انت شايف ممكن برضه يبقى في الاجواء كابتن حسن او في الصورة كابتن حسن؟ طبعا طبعا طبعا، لا طبعا يبقى حاسس كمان، يبقى حاسس كمان بالمنتخب، يعني بحاسس بالمنتخب اكتر يعني كابتن. فلو هتجيب مصري اكيد يبقى طب في انت ناس رايك مصري ولا اجنبي؟ يعني انت كوائل جمعه شايف مين في الظروف اللي لا احنا انا فيها شايف دي؟ مصري طبعا يا كابتن دلوقتي، مصري. مدرب مصري دلوقتي. تمام. انا لو الدنيا منتظمه يا كابتن حازم عندي، وعندي مسابقه فيها نظام وفيها جمهور وفيها كل عوامل نجاح الكوره، اجيب مدرب اجنبي طبعا. انما الوضع اللي البلد فيه دلوقتي لا، يعني ده احنا الدوري وقف، الناس طلعت اشاعات وقال لك اشاعات، وقال لك المدرب الاجنبي هيمشي وجريده هيمشي هيقعد يعمل، فاهم؟ فما بالك بمدرب منتخب بيشتغل 2 شهر في السنه ولا 3 شهور في السنه.